أسأل الله أن يسعدك سعادة تبكي من جمالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. أسأل الله أن يبشرك بالجنة أنت ووالديك ومن يحبك. أسأل الله لك مفاجأة جميلة لا يسع قلبك تصديقها وتدمع عينيك عند سماعها. أسأل الله أن يقدر لك الخير حيثما شئت، ثم يرضيك ويفرحك ويحببك إلى نفسك. أسأل الله أن يجعل حياتك القادمة أسعد وأهنأ وأجمل من كل توقعاتك. أسأل الله أن يكتب لك في أيامك فرحة تتغير بها مجرى حياتك. أسأل الله أن يسعدك ثم يسعدك ثم يسعدك سعادة حتى تبلغ منتهاها. أسأل الله أن يرزقك فهم النبيين وحفظ المرسلين.